الحياء، الحياء خلق الحياء الذي نحن بحاجة إليه في هذا العصر وفي هذا الزمن الذي قل فيه الحياء في أوساط أمة الحياء. الحياء إخواني الكرام هو الدين، الدين الذي نراه على المسلمين، نراه في كلماتهم في حركاتهم، نرى تدينهم في حيائهم. الحياء يا إخواني الكرام يقول عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. أتصوروا أننا احنا بصفتنا مسلمون يعني عندنا أخلاق كثيرة، يعني لو كان نسمو روحنا مسلمين حقيقة عندنا الوفاء وعندنا الصدق وعندنا البر وعندنا الإحسان وعندنا الصدقة وعندنا يعني بذل الخير للآخرين، إغاثة الملهوف، يعني العفو والصفح والصبر، هذه كلها أخلاق. ولكن الحياء هو رمز لهذه الأخلاق كلها، وهو سبب لها كلها، وهو ضمير حي يمشي به الإنسان. الحياء يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، حديث متفق عليه، يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وقد رأى رجلا ينهر أخاه الرجل، قالوا يعني قال له: لماذا تستحي؟ كما نقولوا احنا واحد يقول انت تبقى تحشم هكذا ما تجيبش الخير، الحياة هذا ماشي مليح. ولا نقولوا احنا نفوسنا احيانا او نعلن بها امام الناس، شنو نقولوا؟ نقولوا هذا الزمان ماشي مليح واحد يحشم، نقولوا هذا الكلام احنا، نقولوا هذا الزمان ماشي مليح واحد يحشم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الرجل ينهر اخاه او رجلين ينهران في اخيهما، واش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي حديث عمر بن حسين كذلك متفق عليه، قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان كله خير، الإيمان كله خير، أو إن الحياء كله خير. يعني تصوروا شوفوا الحياء، هذه الخلة، هذه الخصلة، هذه اللي في الإنسان التي تحمل صاحبها على فعل الخيرات وترك المنكرات، تحمله على فعل الجميل من الأعمال وترك القبيح من الأعمال، تخلي الإنسان عنده حياء أو عنده ضميرا حيا. لأن شفت هذيك الكلمة تاع الضمير اللي نتكلموا عليها احنا، نقول فلان، نقول له أنت ما عندكش ضمير، بلا الوازع الديني، ماشي نتكلموا على الوازع الديني، نتكلموا على الضمير، نقول الإنسان اللي يسموه الضمير الإنساني ماشي الوازع الديني، نقول الضمير. شفت هذيك كلمة الضمير هذيك، تقول فلان انت ما عندكش ضمير باش تدير هذيك الحاجه، ما عندكش ضمير. وشنو هو الضمير؟ عباكم الضمير ينطلق من ماذا؟ هو استحياء الانسان من نفسه. شو انت تحشم من روحك، يعني تستحي من روحك، عيب بصفه انسان، عيب بصفه رجل، عيب بصفه في هذا السن، تقول انا يا في العمر كيما هذا عيب عليا ندير حاجه كيما هذه، انا يا خرجت من الجامع عيب عليا ندير حاجه كيما هذه، انا مسلم عيب عليا ندير هذيك الحاجه. يعني شفت هذه كلمة عيب، عيب هذه تنطلق من كلمة الضمير، من الضمير. شو أنت تجعل ذلك الفعل عيبا بينك وبين نفسك. ماناش تكلموا الاستحياء من الناس والاستحياء من الله، كاين يعني كاين استحياء آخر، أن يستحي الإنسان من الله، يستحي الإنسان من الله، ويستحي الإنسان من المخلوقات التي محيطة به من البشر من الناس، يستحي من الإنسان الكبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله: استحيوا من الله كما يستحي أحدكم من الشيخ الكبير. يقول الإمام الألباني رحمه الله معلقا على هذه الكلمة، على هذا الحديث، قال: وهذا أدنى الإيمان. يعني إحنا كما نقولوا أدنى الإيمان يكون فينا، وشن هو؟ أو أدنى الحياء يكون فينا، هو ماذا؟ أن نستحيوا من ربي كما نستحيوا من الشيخ الكبير. والأصل أننا نستحي من الله أكثر، ولا لا؟ لأن الله خالقنا سبحانه وتعالى. فإذا الحياء يا إخواني الكرام نقدر نقوله هو الذي يجعل الإنسان يغضض من صوته، يغضض من بصره. الحياء هو اللي يخلي الإنسان يحفظ السر، الحياء هو اللي يخليك ألا تتلفظ بألفاظ تستهزئ بها من الناس. كاين الناس أمام الجماعة أمام الناس يستهزئ بخلقة الله، ما كاش حياء، ما كاش حياء. كاين الناس يبهدلك أمام الناس، يبهدلك في خلقتك في لباسك، يستهزئ بك يضحك عليك أمام الناس، ما كاش حياء، ما كاش حياء. كاين ناس
صوته مرتفعا أينما ذهب، وين يروح يرفع صوته، لا يهمه إنسان أمامه ربما منزعج. كاين الناس أحيانا ما يتحملوش رفع الصوت، واغضض من صوتك، اغضض من صوتك. رفع الصوت المطلق دليل على عدم الحياء. إلا إنسان، شوفوا صحابي رضي الله تعالى عنه، سمع آية نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، راح لداره وغلق على روحه بدأ يبكي، بدأ يبكي خزيمة رضي الله عنه، بدأ يبكي حتى بعث له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له ليست الآية فيك أنت، أنت من أهل الجنة. قال أنا من أهل النار. بعث له سعد قال له إن النبي عليه الصلاة والسلام يفتقدك ويقول لك ما أجلسك في بيتك. قال نزلت في الآية، أنا صوتي خشين، صوتي أنا أتكلم أنا خشين، إذن الآية هذه نزلت في أنا، فأنا من أهل النار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه من أهل الجنة، قل له بل أنت من أهل الجنة. حشم، استحى من ربي، استحى من كلمة نزلت في القرآن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أتصوروا الذي يتبجح. وانظروا يا إخواني الكرام، عندما نفتقد إلى الحياء نولدر كلش. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه خلات عبد الله بن مسلم القعنبي تلميذ مالك رحم الله الجميع، أبرز تلاميذ الإمام مالك. عبد الله بن مسلم كان رجلا في طريق آخر بعيد خارج طريق، شاب يسهر عند الناس، كان بيته بيت أمه وكرا لأهل الفساد. فإذا به يدخل في الإسلام بمجرد كلمة يسمعها من عند أمير المؤمنين وهو يحدثه بها ماذا؟ إن لم تستحي فاصنع ما شئت. اسمع الحديث هذا إلى ما تحشمش، أدير وش حبيت. هذا وش يدير لك؟ يخليك تعاود تراجع نفسك. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وأنا أقول لك إن لم تستحي فقل ما شئت. إن لم تستحي فالبسي ما شئت. وإن لم تستحي فالبس ما شئت. الآن تصوروا مادة الحياء لو وجدت في شبابنا وفي نسائنا اليوم. نلقاو شبابنا اليوم عرايا في خطهم اليوم. نلقاو الشباب اليوم الذين انتشر فيهم هذا اللباس، بغض النظر عورة ماشي عورة، بغض النظر فخذك يظهر أمام أختك، فخذك وأنت جالس أمام الناس في المقاهي، فخذك يظهر وأنت في طولك وعرضك وزيد على ذلك في سنك وأنت رجل. الآن شوفوا تصوروا كثير من الشواطئ عندنا اليوم كثير من الشواطئ لو كانت تروح تلقى الغاشي فيها ستجد النساء كلهم تقريبا بالحجاب يعوموا. كل نساء كان شواطئ ما تلقاش امرأة عارية على كثرة الوجود فيها، ما كاش امرأة عارية. دوك الآن من نروح ما نروحوش، علاش ما نروحوا؟ رجال عراية، الراجل لابس شورت وجاي، مرته تعوم بالحجاب وهو عريان، يعني تصور وين ورحنا الآن. تصوروا شبابنا اليوم الله يهديهم كيف الآن يلبسون، يعني لا يبالي فخذه ظاهر أم موش ظاهر، ميهموش وهو أمام الناس سواء على دراجته أو في كرسيه أو جالس على الرصيف وهو على تلك الحالة ولا يهمه من نظر إليه، أخته ولا أمه ولا جارته ولا أي إنسان مر عليه. الحياء لما يفتقد في زمن فقد فيه الحياء. شوفوا المرأة التي تخرج متبجحة وعورتها ظاهرة أمام الناس والناس ينظرون إليها وهي لا تبالي، الحياء ذهب. شوفوا الإنسان الذي يقول كلام فاحش برا وهو يرفع صوته كي تقول له اسمع ما كشتو فينا احنا بالعائلة، يقول اسمح لي الله ما شتك. الحياء هو اللي دار له هكذاك، كي راح الحياء ذهب الحياء. ولا إنسان يقول كلام فاحش بصوت عالي أمام الناس، والكلام هذا الأصل أنك ما تقولوش مع روحك، ما تقولوش في نفسك، ما تقولوش كيفاش تقولي والله ما شفتك، الأصل ما تقولوش برا. حتى وانا مانيش موجود أمامك والناس اللي قدامك هذو ما تهدر كلام فاحش أمامهم عادي، هذا عدم وجود الحياء. الأب الذي سب الله أمام بناته في الدار ويقول كلام فاحش في الدار، هذا ما يستحيش على ذيك يعمل هذا العمل. الإنسان اللي يسرق ما يستحيش، الإنسان اللي يكذب ما يستحيش. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. والله لو وجد الحياء فينا واستردينا هذا الحياء عاود نرجعناه
والله تستقيم أخلاق الأمة اليوم، تستقيم، لأن الحياء هو الذي به تكون الأعمال الإيمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مشهور، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها كما في رواية أو أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يقول العلماء معلقين على هذه الكلمة والحياء شعبة من شعب الإيمان، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أذكر أعلى درجات الإيمان وهي شهادة لا إله إلا الله، وذكر أدنى درجات الإيمان وهي إماطة الأذى من الطريق، لأنك أنت كي تكون تمشي وتشوف الأذى في الطريق وتنحيه تنقيه، تقول بالك هنا يزلق واحد، هذه حاجة مسخة نحيوها من الطريق، هذا من إيمانك، هذا دليل على أنك أنت إنسان مؤمن. إذن حبيبي نبل الإيمان هوليك الفوق وهوليك الأعمال حتى لتحت. قال والحياء، الحياء على ذكر الحياء كاين أمور أخرى، الصدق، الإحسان، الوفاء، البر، أشياء كثيرة هذه تعتبر من الإيمان كذلك، ولكن على ذكر الحياء. قال العلماء لأن كل الأعمال، كل الأعمال الموجودة في الإيمان لا تتأتى إلا بدافع الحياء، لأن الإنسان باش يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، العلماء وش يقولوا؟ يقولوا الحياء من الله، الحياء من الله منطلقه النعم التي تدفعك إلى أن تستحي من نعم الله النازلة. ولذلك كان سيد الاستغفار وشن هو؟ أنك أنت تعترف بذنوبك، تقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، نعم لي راهي هابطة، وأبوء بذنبي. أنت راك تعترف بأنت أنت أذنبت رغم وجود النعم تعربي عليك، إذن أنت وش تدير؟ تستحي من ربي سبحانه وتعالى فتستغفره وتتوب إليه. ولذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من دوافعها أنك تستحي من الله. هذا النعم، هذا الآلاء الموجودة التي تدلني على الله كلها تدفعني أن أستحي من نفسي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أترك شريكا مع الله، هذا الذي يدفعك. وفي نفس الوقت الأعمال الأخرى كلها تجعلك تستحي من الله وتؤمن به وتعمل أعمال إيمانية. إذن شفتوا الآن الإيمان مهم جدا في حياتنا. إذن إخواني الكرام، هناك أعمال تدل على عدم وجود الإيمان، الحياء تدل على وجود عدم وجود الحياء فينا، صراخنا ورفع صوتنا، النظر، رفع النظر، كانت الناس تستحي من آبائها من الكبار لا يجعل نظره في نظره. الآن يقدر وليدك صغير عليك يشوف لك يحلق لك في وجهك، أنت تحط وجهك الآن، الطفل الصغير يبقى يخزر فيك في الشارع، تجده يفعل أشياء وأنت تنهاه عنها، يعني يحلق لك يشد بصره فيك حتى تستحي منه، أنت الكبير تستحي منه لعدم وجود الحياء فينا. المرأة تخرج في تلك الألبسة والفتنة وتتكلم ما شاءت وترفع صوتها وربما تسب الرجال في الشوارع ولا تستحي من الله ولا تستحي من الخلق. الحياء إذا وجد فينا وجدت الأخلاق، والحياء إذا ذهب من أوساطنا ذهبت الأخلاق. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.